منذ الشروع في استغلاله قبل 43 سنة لم يعرف سد المسيرة نسبة ملء لا تتجاوز 3.6%. شح التساقطات في السنوات الأخيرة أثر بشكل سلبي على حجم الواردات المائية المسجلة بهذا السد، وهو الذي يؤمن حاجيات عدد من المدن والمراكز الكبرى من الماء مثل الدار البيضاء والجديدة وآسفي وسطات وبرشيد وغيرها من المدن، بالإضافة إلى تلبية الماء الصناعي ومياه السقي. كيف ما كتعرفوا بفعل تأثير التغيرات المناخية وكذا شح التساقطات خلال الأربع سنوات الفارطة، حاليا حجم الواردات المائية المسجلة بهذا السد هي من فتح شوتنبير إلى حدود اليوم تبلغ 238 مليون ديال المتر مكعب، مسجلة بذلك واحد العجز بلغ ناقص 70% بالمقارنة مع سنة عادية، وبالتالي نسبة المسجلة ديال الملء هي واحد 3.6% إلى حدود اليوم. مدينة بنغرير من المراكز الحضرية التي تؤمن حاجيتها من الماء من سد المسيرة. وضعية الإجهاد المائي بالمنطقة تدفع الساكنة نحو تبني سلوكيات أكثر اقتصادا في استعمال الماء. العالم كامل اليوم راه مهدد، وخصوصا المملكة المغربية اللي كنستغل هذا المنبر هذا باش نوجه لهم نداء أنهم يحافظوا على هذا الثروة اللي رزقنا الله في هذا البلاد هذا، ويحسنوا يديروا التدبير ديالها، حسن التدبير ديالها. أنا كندعي الناس ديال السكان ديال الإقليم رحامنا باش يتوجهوا على الأقل يديروا واحد الدورة للواد مربيع، وغادي يشوفوا المنسوب أنه ضعاف غير يحافظوا، يعلموا وليداتهم، يعلموا عيالاتهم، يعلموا الناس اللي كيديروا اللافاج للسيارات وهذا، أنهم يحاولوا يتهلاو في هذه المادة الحيوية اللي رزقنا الله. السلوكيات تعلمها الجميع، ومن ضمنها هو الحملات التحسيسية في ترشيد يعني استعمال الماء بواحد الشكل معقلا، وبالتالي من خلال هذه الحملات هذه يمكننا نوصلوا للهدف المنشود، هو يعني الاقتصاد على هذه المادة الحيوية اللي كتشكل يعني ذاك العمود الفقري في الحياة اليومية لجميع الكائنات. الوضعية المائية الصعبة بالمنطقة تطلبت إجراءات عملية لتدبير الخصاص من خلال خطة عمل استعجالية لتعبئة موارد مائية إضافية لتخفيف الضغط على الموارد المائية السطحية بالمنظومة المائية لأم ربيع، وبالتالي تقوية التزود بالماء الشروب. كما يجب التذكير بخطة العمل التي أنجزت في إطار شراكة بين وزارة التجهيز والماء وبعض القطاعات الوزارية وكذلك بعض المؤسسات العمومية، واللي كتهدف إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية والبنيوية لمواجهة أثر الجفاف على مستوى حوض أم ربيع. من بين هذه البرامج عندنا مشروع الربط بين حوض أبي رقرق لتزويد جنوب مدينة الدار البيضاء بالماء الصالح للشرب، عندنا استكشاف موارد مائية جوفية جديدة حيث تم هذه السنة تفويت 3 صفقات لإنجاز واحد 120 ثقب استكشافي، تحويل حجم مائي من السدود المتواجدة بعالية أم الربيع إلى سد المسيرة. ويقتضي الوضع الحالي للموارد المائية تضافر جهود الجميع للحفاظ عليها في ظل حرص الجهات الوصية على تأمين مياه الشرب بالدرجة الأولى، حيث تشير الدراسات إلى أن ندرة المياه صارت مشكلا بنيويا سيستمر لسنوات مقبلة.